الاختيار غادي نطلب واحد المكان اللي هو نقي. اول حاجه تكون هذيك البلاصه نقيه نصيفوها نديروا الماء ديالنا ونصي ديال الثلاثه ديال الماس، وكذلك داك الاله باش كيمدي الماس ضروري كتكون عنده. فكيف تعرفوا فوزاره الفلاحه من خلال المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه قامت بعده اجراءات استعدادا لعيد الاضحى. بدات بالتسجيل ديال الكسبه، الترقيم ديال الخرفان ديالهم، المراقبه ديال هاد الاسطبلات هذه في اطار واحد المراقبه مختلطه مع السلطات المحليه. واليوم تنقوموا بواحد العمليه فريده من نوعها اللي تتهم واحد الحلقه، وهو التحسيس ديال الحرفي، هذاك الحرفي اللي تيخدم نهار العيد الكبير او لا نهار الثاني ديال العيد الكبير. فهاد الحرفيين مهمين جدا لان نكونوا خدمنا مزيان في اخر الحلقه، الا ما كانش العمليه تتحتار المعايير الصحيه غنكونوا شي ما درناه. وبالتالي هاد الناس هادو درنا واحد على نموذجي في الرباط وسلاله تماره والخميسات، الناس حصرناهم وجمعناهم غندير لهم التكوين وسمينا واحد العمليه طلقناها سميناها الكزار ديالي، غنعطيهم واحد الزي موحد باش المواطن المغربي في نهار العيد غادي يستقبلوا واحد حرفي اللي متكون وعنده واحد الزي موحد باش كل شيء يدوز في ظروف جيده ان شاء الله. اذا هاد العمليه كتجي من ضمن عدة إجراءات اللي اخذتها السنة الفيدرالية بشراكة مع وزارة الفلاحة وكذلك المكتب ديال السلامة الصحية من أجل تجنب كل من هو يمكن له يعاود يعطينا المشاكل اللي عشناها السنة الفائتة فيما يخص اختدار جثث اللحوم اللي كانت السنة الفائتة. إذا الهدف من هذه العملية ديال اليوم اللي كتشوفوا اليوم من ضمن عدة إجراءات هو أنه هذا العنصر اللي هو جد أساسي في حسن هذا العنصر ديال الجزار اللي كيسلخ هذه البهيمه حتى هو باهميته. يمكن اختدار اللحوم يجي غير من عدم ذبح بشروط صحيه. يا